قال بسم الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته. أيها الناس خط الموت على ولدي آدم. وش عندك يا أبو علي؟ وين صلاتنا؟ وين صيامنا؟ وين حجنا؟ معرج على الموت ليش اليوم أنت يا أبو علي؟ قال خط الموت على ولدي آدم، ما خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. خير لي مصرع أنا لاقيه، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. أين المنادي وإماما؟ فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على قضاء فيوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، وإنها مجموعة له في حظيرة القدوس. تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته. لبيك يا حسين، تلبية تلبية إلى كربلاء. لبيك ويا زواره يلا. لبيك ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل إن شاء الله مصبحا. نزل من على المنبر صاح الناس في أمان الله. التفت إلى إخوته، من أراد أن يمضي معي فليعمل بعملي. قام يطوف، لكن عنده تلبيات غير أبو علي. التلبيات مو المعهودة، الحسين يلبي والملائكة تلبي بتلبيات. ضجت السماوات، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لباك ناحري المنحور، لباك صدري المكسور، لبيك اللهم لبيك، لبيك بسبي نسائي لبيك، لبيك بذبحي رضعاني لبيك، لبيك بحرق خيامي لبيك. آه يا أبا عبد الله، أرواحنا لروحك الفداء. شد تلبيات اللي عندك يا أبو علي. يقول لبيك يا ربي أبا شد العصايب، لبيك ساعدني على مقاس المصايب، لبيك ساعدني على فراق الحبايب، بنزع حرامي وارتحل دون المحرمي، لبيك خلي ابن الضباب يحز نحري، لبيك خلي الأعوج يدوس، لبيك كان بكربلاء محفور
لبيك باسوي بدال القبر سبعي. هذه إلك عاد يلا جاي وقلبك ملتهب عليه مشتاق إلى أنت شقد مشتاق إلى ولي لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني ويسلمون وإن كان ترضى بذبحة حسين ورضيعة لبيك خلنا ننذبح ونشيد الدي أخواني قوموا يلا جهزوا الضعينة قوم يا أبو فاضل جابوا المحامل كل واحد دخل إلى البيت طلع الخفرات المحجبات إلا بذمته دخل الأكبر وأخرج أمه ليلى دخل القاسم وطلع أمه امتلأت المحامل وفيها ضجة وفيها ون الحسين لما سمع المحامل ضاجة بالبكاء قام يفتر عليهم محمل من بعد محمل يسكن خواطر النساء الأطفال قام يمر على المحامل لما وصل إلى محمل زينب رفع ساتر المحمل وإذا المحمل ما في أحد أخواني ما حد طلع زينب طلعوها ولدي علي روح إلى عمتك زينب دخل الأكبر وقف على رأس عمته زينب عمة قومي معي إلى كربلاء خالي راسها بين ركبتيها وتصيح زينب رفعت راسها قالت لي يم علي يم علي أنا بسألك ما عندك أنت نساب ذمتك قال بلى عم عندي أمي وخواتي وأنت أخليك بعيني يا عم قالت نعمين يا علي بس أنا أبغي واحد يتكفل بالمحمل طلع الأكبر إجا إلى أبوه ما طلعت عمتي زينب قاسم شمامة الحسين روح إلى عمتك زينب أنت ما حد يكسر خاطرك يا القاسم روح دخل القاسم على عمته زينب وبس سمعت صوت ينادي عم يا زينب خيل إليها أنه الحسين شبكت على القاسم وحضنت بني قاسم أنا ما أبغي أكسر قلبك أعرف جاي تطلعني بس أنا عندي واحد داق على صدره من المدينة ها بينت الذلة علي وأنا أبو فاضل طلع القاسم ودمعته على خده عم يا حسين إنها لا تريد إلا الكفيل قال أبو فاضل روح يا أخويا يا أبو فاضل طلع زينب وسكن خاطرها تراهي مروعة دخل العباس وجثى بركبتيه أمام زينب أمد يمينه قال قومي يا زينب قومي الكفيل موجود يا خي قومي قالت نعمين يا أبو فاضل خلت إيدها بإيده وطلعها لكن سبقها أبو فاضل لأن الرواية تقول بأن الناس اجتمعوا حول بيت الحسين يشوفون الصاير أبو فاضل تقدم على زينب وصرخ صرخة غضوا الأبصار لتجوز زينب أعرف أنا شو اللي يبكيك أنت اليوم ما حد كفو يطالع زينب يرفع راسه بوجه زينب وإجي يوم يا أبو فاضل زينب تتستر بإيدها ركبها المحمل وقام يعدل المحمل هذه أبياتك أنت أنت اليوم الخطيب وأنا وياك ساعدني وساعدك مأجور هاليوم ثالث خلك تسجل ويا زواره يوم الذي راعي الشيم أنواع يشد الراعي
جاب المحامل للحرم كل فارد وجه حديل طبلة عيد زينب مبتسم يلا عباس را قال لها يا ظنوة علي قومي نروح قالت لأخو يا محملي يا هو الذي يتكب قال لها عيناك بشوري أمرك نواد نتمى طلعان وعباسي حدي وضع عن ضجه لا هذا بيتك كل ساعة وعباس ونازل محمل الحق عيد 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 كل ساعة محمل الحق صدل الحسين وناشد شنه نزلتك بالفن قال لا يا خويا نزلت تدري بخيت نمد ما تعرف الذل والهضم ربيت على العزوة ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء اللي يحدي للناقة زجور وقايد خواتك حرملة ولي يا ولي بعد هالمشهد أسألك الدعاء مشت الضعينة في ظلام الليل ما تسمع إلا الون بالمحامل بينما الضعينة تسير وإذا بصوت من خلف الضعينة يا حسين ريضوا للعليل وقف الضعينة أخويا أوقف الضعينة ترجل من على جواده يشوف من بعيد وإلا محمد ابن الحنفية يتعفر على التراب وينادي وأخاه شال ابن الحنفية وضمه إلى صدره أخويا وين رايح باقي على الحج يوم واحد وانت طالع وايش الكسيرة يا أبو علي قال أخويا أنا السنة حجي مو بهالوادي عندي ضحايا بضحي بيهم في كربلاء عندي مناسك كلها حولتها إلى كربلاء يا أبو علي مو أنت صرت كعبة إلى شيعتك هنيئا للزوار إلا اليوم يطوفون حول هذه الكعبة قال لي أخويا إذا بتروح إلى كربلاء ليش شايل النسوان وياك وأنا أختي زينب أخذ من إيده ودى إلى محمل زينب رفع طرف المحمل وإذا بزينب حاطة إيدها على خدها ودموعها تجري يلا أنا أعتذر منكم على قسوتي في هالأبيات أستاذنا العزيز آبائي إخواني أعرف قاسي وياك واليوم ثالث بس حتى نصور المصيبة بلسان حال ابن الحنفية والحسين يقول له أخوي حسين يقول لا بتقصد كربلاء يا حسين زينب لا توديها خلها في وطن جدها وابو جاسم يداريها شيل الحرم والأطفال وادي كربلاء ودها
وزينب لا تطلعها يا خويا عن وطن، حزينة حزينة تكسر الخاطر دمعتها على خدايا يا خويا، لا تسكنها بوادي غير واديها. تعال تعال يا محمد اسمع بلسان حال الحسين اسمع، يقول يا خويا قدر الباري على خدها الدمع يجري، اذا شافت شمر بن عال متربع على صدري. بعد بعد قابض شيبتي وبالسيف يا محمد يحزن حريق، بس هذا اللي بتسمعه أعظم على الحسين ترى من هذا كله. يقول يظل بالصوت والرمهاو تذوبني بواشيها،